معرفش طبعا في مبالغات الحديث ولا يعني معصوم الكلام، لكن انا بتكلم من قلبي. بشعر بسعاده كبيره جدا، بشعر في نهايه كل لقاء ان انا استفدت اكثر واكثر. اولا انا سعيد بدعوه سياده الوزير المهندس خالد عبد العزيز الصديق الحبيب لقلوبنا والشد دائما، وهو فعلا مسؤول شاب ومسؤول عن كل الشباب بفكره وبطموحاته وبإدارته لهذه المؤسسة، مؤسسة وزارة الشباب والرياضة. وسعيد بكل فريق العمل، والحقيقة في فرص كثيرة بنتقابل، يمكن أكثر وزير بنتقابل وياه باستمرار، وده يبين روح التعاون وروح المحبة الموجودة. من الحاجات الجميلة في البحيرة والجامعة في اسكندرية والدراسات العليا، وزمان هيئة الصحة العالمية كانت في الجلدان. ده مشوار الدراسة باختصار شديد. مشوار رائع وجميل، وأراد الله أن حضرتك تتنقل بين الصعيد والشمال وبحري وإبلي لكي تقترب من الشخصية المصرية. في رأي سيادتك أنه التحديات التي واجهت مصر وكانت مهددة بألف مليون لا قدر الله بفتنة طائفية، وكانت مهددة باقتتال شعبي وحرب أهلية نتيجة الفتن الطائفية، كيف تغلب المسلمون على هذه المحنة؟ ودور الكنيسة أيضا في مساندة الثورة المصرية في 30/6 للعبور من هذه الأزمة. أولا إحنا كشباب لازم نعرف مصر كويس، لازم نعرف مصر كويس. في عبارة شباب بتقول، عبارة شبابية لطيفة أوي، بتقول من يعرف الحب يفهم الحياة. من يعرف الحب، يعني أنت لو عرفت حب مصر تفهم مصر، لو عرفت الحب اللي ممكن يكون أسرة تفهم يعني إيه أسرة، لو عرفت الحب في عمل تفهم إزاي العمل ده يكون جيد ورائع ومثمر ومنتج. من يعرف الحب يفهم الحياة. الحياة